هلوا احبابنا على الحفل هلوا، هلوا احبابنا على الحفل هلوا، طلت قمر نيسان طلوا، اجوا تا يسهروا بهالليل معنا، حلي السهر من وقت محل. يا اهلنا يا ناس منا، يا ريحة وطن كل يشتقنا، انتو البقية اللي بقت إلنا، انتو اهلنا صاروا يقلوا، انتو عطيتوا للدفا معنا بغرب بردها قاسي بيضلوا، انتو لسان عم يحكي لغتنا لك بدون الترجمة نفهم شو قلوا، انتو إلكن بيصغي سمعنا وخليل بحب عم ينصد لخلوا، انتو حضن باللهفة جمعنا فراق القلب فيكن لم شملوا، انتو مطر عم يروي عطشنا وفيكن ظما قلبي ببلوا، عين سنين ما شافت وطننا وفيكن عم شوف الوطن. مساء الخير. أول شيء الفرقة، فرقة ناشئين، هني مجموعة من الشباب السوريين والعرب الناشئين اللي بيدرسوا موسيقى شرقية بفيينا بشكل احترافي. الهدف إنه يقدروا يقدموا موسيقى شرقية بشكل احترافي، بشكل حقيقي بروفي، بدعم منا كمدرسين ومن أصدقائي الموسيقيين، والدعم الأساسي كان من رابط المرأة العربية بنمساف، يعني ممثلة بماري تيريز كرياكي اللي كانت مدير المشروع أو ممول المشروع، سبونسرج المشروع المالي. قلت له بتقدر؟ قال إيه. إجا هو وزملائه كلهم وقفوا وأصرينا وساوينا أول عرض، ما حدا صدق إنه نحن ممكن نطلع، هالواحد صار مية ونحن لسه مصرين نكفي والطريق طويل. وعروة هذا الشيء يعني مو بس نشكره عليه لأنه هذا بتسجل بتاريخ بينا. هلق هذا المشروع هو يعني يعتبر مشروع جديد. نحن كان عندنا كثير شغل، عملنا أوركسترا، عملنا كورال هارموني، عملنا كثير، لكن فرقة ناشئين بالشكل البروفي هي الجديدة. أنا من خلال هذا المنبر بتمنى من أي حدا مهتم بالموسيقى الآلية، يعني بما معناه يعزف، بيغني، بيقدر يعزف على آلي بعمر معين، إذا عنده رغبة إنه يكون موجود بأوركسترا موسيقية بشكل بروفي، بيتطلب منه طبعا تدريب، بروفات إلى آخره، يتواصل معنا ويتواصل مع ماري تيريز كرياك، وإن شاء الله المشروع هو يعني إنه يصير في عنا أوركسترا كاملة تنفذ موسيقى شرقية احترافية بهذا البلد العريق بالموسيقى اللي اسمه فيينا. ومن المؤسف إنه الأفراد اللي موجودين غالباً ما بيفكروا بالمستقبل، بيفكروا بنفسهم فقط، فما شفت حدا عامل مشروع حقيقي لناشئين أو طلاب.
طيب إذا واحد عنده 4 أولاد وبده يدرسهم موسيقى شرقية وين بروح فيهم؟ طيب هل الموسيقى الشرقية هي بس موسيقى لواحد شخص بيعزف وبيغني مثلا؟ لا طبعا، هي موسيقى فيها تكون أوركسترا. نحن في عنا نظام العزف الجماعي اللي هو أهم نظام موسيقى على الإطلاق، وهذا اللي نحن عم نحاول نعمله. بشكل مبدأ الناشئين هم 7 والبالغين هم كمان 7. البالغين موجودين فقط لدعم هاي المجموعة لبين ما يصير في عنا ناشئين يعزفوا على الآلات اللي عم يعزفوا عليها البالغين. أنا مثلا أنا بعزف عود لكني ما عزفت اليوم لأنه في 2 من طلابي عم بيشاركوا بالأداء التقني. تمام. كثير نحن محتاجين كثير بروفات، محتاجين كثير كم كبير من الموسيقيين من كل أنحاء الوطن العربي لنقدر ننفذ تنوع حقيقي بالموسيقى الشرقية، مش بس سوري، مش بس مصري، لبناني، جزائري، مغربي، فلسطيني، أردني، أي إنسان من أي وسط عربي قادر يجي يكون موجود، أهلا وسهلا. لكن نحن بشكل دوري أكيد رح يكون عندنا سنويا بين 3 حفلات والـ4 حفلات لفرقة الناشئين.